وكالة موديس تقدر وفرات خفض دعم الطاقة وضريبة القيمة المضافة بـ 2.5% من الناتج المحلي لدول الخليج. الحكومة القطرية تعلن عن إجراءات جديدة تلزم المستثمرين بعدم زيادة ملكيتهم عن 5% في البنوك والمؤسسات المالية المتداولة في بورصة الدوحة. بدء التداول في السوق المصرية على 49% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي بسعر 9.20 جنيه للسهم الواحد.